يقول: ما الرد على القائلين بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم وإن لم يسكت إمامه بعد الفاتحة خاصة؟ أني سمعت ردهم على قول إن التأمين يكفي للمأموم عند قراءة الفاتحة إذا أمن المأموم، أفيدون مفصلا بالرد؟ رفع الله قدركم وأعلى درجاتكم. المسألة فيها خلاف قوي، مسألة اجتهادية بلا شك، وفيها أئمة كبار رأوا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم كالإمام البخاري والإمام الشافعي، أئمة كبار يرون وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل إماما أو مأموما أو منفردا، ولهم أدلة. وهناك أئمة كبار أيضا لا يرون قراءة الفاتحة على المأموم كالإمام أحمد وشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من الأئمة. فالمسألة خلافية والخلاف فيها قوي، فالإنسان إذا أمكنه أن يخرج من الخلاف وأن يحتاط فإنه يقرأ في سكتات الإمام، يقرأ في سكتات الإمام. نعم.